النهارده هنعمل الكشري العدس الاصفر. العدس الاصفر معروف ان هو رز والعدس اصفر وبيض، بس انا هضيف عليه النهارده حاجتين اتنين بس، مكرونه وشعريه، وهيخلوا طعمه بجد تحفه ومع الصلصه، وكل ده في حلتين اتنين بس. زيت 400 جرام مكرونه، 2 كوب شعريه، بصل مبشور، 2 كوب عدس اصفر، 3 كوب رز، وماء مغلي، ملح وكمون، زيت، بصل مبشور، ثوم مبشور، عصير طماطم، كزبره، شطه، كمون، معلقه سمنه، وبيض مسلوق.